Responsable sportif, association du trophée Hassan II. Je suis ex-joueuse professionnelle et arbitre fédéral. انا فرحانه بزاف باش نشوف هاد العام هذا في هاد الدوره 26 ديال لاكوب لالا مريم. عندنا مشاركه مغربيه جد تما بحال قلتي قويه. عندنا 7 لاعبات، عندنا تبارك الله اي كل اصناف ديال لي زاج. عندنا ما واحد ديوي عندها تبارك الله 35 عام، وعندنا اصغر لاعبه اللي عندها 13 عام. هاد المنافسه تكون زوينه بالنسبه للبيل المغربيات كاملين، وتنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في هاد الجائزه. وان شاء الله انا تنحس بان تقدر وحده منهم تربح هاد الجائزه. عندهم حظوظ كبيره، حظوظ كبيره باش يلعبوا، حيت الحمد لله شاركوا العام اللي فات بزاف ديال لي تورنوا ويقدروا يربحوا ان شاء الله. بالنسبه لهاد لا كوب لالا مريم عندنا مشاركه ديال 96 لاعيبه، وتيكون الكوت ابخي يومين، هي زعما ديلعبوا الخميس والجمعه، وبين الخميس والجمعه تيكون تيدوزوا 60 وحده اكزيكو، وهادو عاد تيلعبوا نهار السبت اللي تيكونوا تيلعبوا الدوري النهائي باش يتاهلوا. ديك ماشي باش يتاهلوا، باش يشوفوا شكون اللاعبه اللي تقدر تربح هذا الدوري هذا. انا بالنسبه لي هاد الصوره تاع المغرب هي تيبينوا بان حنا المغرب كدوله عربيه بان عندنا البنات اللي زعما تيمثلوا بلادنا حنا هنا المغرب. حنا بالنسبه لينا حنا هاد 7 لاعبات في العرب في الدول العربيه جميعا ما كاينش شي بنت اللي عندهم تتلعب الدوري ليديز اوروبيان تور. اول بلاد اللي عنده هاد زعما هاد البنات كثار وهاد اللاعبات كثار هو المغرب. انا فرحانه جد بزاف بالدوله ديالي العربيه المغرب.